السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام. نتكلم اليوم عن رمز من الرموز ينشغل به كثير من الناس، إن لم يكن معظم الناس، وهو رؤية الجن في المنام. نعوذ بالله من ذلك، وأسأل الله أن يحفظنا من جميع الجنون، وأسأل الله أن يحفظنا من جن الإنسان والجنون الأخرى لو عالم الجن. فالجن في المنام أولا يعبر أن صاحب المنام إذا رآه متكررا أنه بعيد عن الله، بعيد عن ربنا كل البعد. بعض الأحيان من يرى الجن في المنام يبين أن صاحب المنام يحتاج إلى تصحيح العقيدة، لابد أنه يراجع حساباته وأموره وعلاقاته مع رب العالمين. الجن في المنام بعض الأحيان يبين أن صاحب المنام له بعض الحاقدين والحاسدين، له بعض الماكرين المتآمرين الذين يريدون له القضاء ويريدون له عدم المحبة ويريدون له عدم التوفيق والتيسير. الجن في المنام بعض الأحيان يبين أن صاحب المنام له بعض الناس ليس أوفياء، ليس عندهم صفة الوفاء، وهذا ما نشاهده عند كثير من الناس. كثير من الناس تتعامل بالكذب والمراوغة، وتعلم علم اليقين بأنها كاذبة ولكن تتمادى في الكذب. رؤية الجن في المنام يبين أن صاحب المنام له بعض الحاقدين والحاسدين. رؤية الجن في المنام، إذا واحد رأى جن وهذا الجن كان شكله مخيف، يدل أن صاحب المنام عنده الخوف والقلق من بعض أمور الحياة. الجن في المنام يبين أن صاحب المنام له بعض اللصوص، أو هناك بعض من اللصوص يريدون سرقة الذي يرى الجن في المنام. الجن في المنام بعض الأحيان يعبر بأنك تتعامل مع رجل، أو من الممكن مع امرأة عنده أو عندها نسبة من الدهاء والذكاء الشديد، يتمتع بأنه يتكلم لك بكلام طيب جميل عظيم، بكلام أحلى من العسل، ولكن في قلبه أمر من المرار. وهذا أيضا ما نشاهده عند كثير من الناس، يتكلم فلان في حقك بكلام طيب، وإذا ما أدبر وذهب عنك لا يتكلم إلا بالكلام الخبيث. عالم الجن في المنام يبين أن صاحب المنام سيعاني من تعب أو ألم، وسيعاني من أذى شديد. لو واحد رأى في منامه جن يريد أن يدخل في جسده ولكنه لا يستطيع، يدل أن صاحب المنام عنده عقيدة شديدة سليمة، عنده طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يتمتع بأنه بعيد عن البدع والخرافات والأباطيل وأمور الشعوذة. لو إنسان رأى الجن في المنام يقرأ القرآن يبين أن صاحب المنام سيهدي على يديه كثير من الناس. لو واحد رأى جن يتبول
يبين أن صاحب المنام سيخرج الله عنه مرض، سواء كان مرض خبيث أو مرض مزمن، يعني ربنا حيجعل له الشفاء. طب واحد لو رأى في المنام جن أقرع ليس فيه شعر، يدل أن صاحب المنام سيستره الله من العيوب. سترة إلى صاحب المنام. طب لو واحد رأى في منامه بأنه يجامع واحد من عالم الجن، أو امرأة رأت نفسها بأن واحد من الجن يجامع هذه المرأة، يبين أن هناك خلل في العقيدة، خلل في أمور الصلاة، الصلاة غير مزبطة، ممكن يكون خلل في صلة الأرحام، من الممكن أن يكون هناك خلافات في الميراث، وأشياء كثيرة جدا متعددة. عالم الجن بعض الأحيان يبين أن صاحب المنام له كراهية عظيمة من بعض الحاقدين، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا لك شيء. يعني معناه أن في واحد كاره وحاقد وجاحد وحاسد عليك، ويريد أن يزول الله جل وعلا ما أتاك الله من نعم، ولكن لا يستطيع، هو إنسان جبان، إنسان خواف، ولكن الله جل وعلا سيحفظك بحفظه، وسيحفظك الله بمعيته. عالم الجن في المنام، لو أنت رأيت واحد من عالم الجن على سبيل المثال يؤذن، وهل من الممكن واحد من الجن يؤذن؟ في علم الرؤى والأحلام ترى ما لا تستطيع أن تراه في الحقيقة. لو رأيت واحد من عالم الجن يؤذن، يبين بأن هناك إنسان سيتكفل لك بأداء فريضة العمرة، يعني واحد يطلق العمرة عشان يكسب أجر وثواب. لو واحد رأى جن مريض، مرض واحد من عالم الجن في المنام يرمز بأن صاحب المنام سيتعرض إلى محنة، ولكن سيخرج منها، والله أعلم.